أنا أتحدث عن وحدة العرب الشرفاء المؤمنين بالقضية العربية. المشكلة في كل مؤتمرات القمة العربية وفي كل قرارات الجامعة العربية هي معظمها بقيت حبرا على ورق، ومعظمها وصلت إلى أمور تصالحية كاذبة لا يمكن أن تأخذ بنا إلى أي قرار. وأنت رأيت ماذا فعلت الجامعة العربية في الربيع العربي ضد سوريا، واليوم ضد حزب الله وضد المقاومة العربية. أنا ما أقوله هو أننا نحتاج إلى قدر كبير من الصدق، وأنه كان هناك قدر كبير من النفاق في تاريخنا العربي، وأننا يجب أن نكتب التاريخ بشكل شفاف وصادق، وأن تتوحد القوى العربية بشكل صادق وشفاف مع القوى مع القيادات العربية المؤمنة فعلا. هل يعقل أن تحارب سوريا من قبل دول عربية؟ هل يعقل أن يوجه الإرهاب إلى سوريا؟ ماذا فعلت سوريا سوى أنها بشكل كانت سريع دكتور شعبان حاضنة لفلسطين وللقضية والقضايا العربية؟ صفقة العصر أصبحت أقرب مع هذه الخطوة؟ نعم. بشكل سريع، صفقة العصر أصبحت أقرب مع هذه الخطوة لدونالد ترامب اليوم؟ أنا أعتقد أن الشعب العربي جاهز، وهناك في جميع أقطاره، ولا أسسني قطرا أبدا. وأعتقد أن المرحلة القادمة هي التي سوف تجعل من هذا القرار حبرا على ورق. وهذا القرار بالحقيقة لا قيمة له، لأن التاريخ لا يصنعه قرارات أناس في حالة مرتبكة وملتبسة. التاريخ يصنعه الناس الشجعان والناس الأوفياء والناس أصحاب القضايا. نعم. ترامب ليس صاحب قضية، نحن أصحاب القضية، شكراً ونحن لك. الذين نصنع التاريخ.